زي بالظبط ما مروان عطيه كان اضافه قويه الحقيقه للنادي الاهلي. نبارك له ونهنيه على اول بطوله واول لقب يحرزه مع النادي الاهلي، وكان واحد من نجوم مباراه امبارح امام بيراميدز. كابتن مروان مساء الخير، كل سنه وانت طيب، والف مبروك عليك اول بطوله تحققها واول لقب تحققه مع النادي الاهلي. حبيبي تسلم، الله يبارك فيك، ومبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. حبيبي تسلم يا رب. مروان، عايز اسالك على حاجتين الحقيقه، حاجتين يعني مناسبتين يمكن لعبت فيهم بتيشيرت النادي الاهلي في مباراتين في منتهى الاهميه السيزون ده، واحده قدام الهلال وواحده قدام بيراميدز، الاثنين كانوا مباراتين صعبين جدا، ولكن كمان كان فيهم حضور جماهيري. احساسك ايه وانت بتلعب باسم النادي الاهلي وسط الحضور الجماهيري الكبير ده؟ اكيد طبعا كان احساس طبعا لا يوصف، يعتبر كنت بتحقق حلم كان نفسك فيه او كان نفسك توصل له، فاكيد طبعا كانت حاجه كويسه. والحمد لله يعني اللي بيلعب في الاهلي ويخش النادي الاهلي اكيد لازم نستحمل الضغط وضغط الجماهير وضغط الماتشات وضغط المواقف الصعبه، والحمد لله يعني الواحد كان قدها الحمد لله يعني. مروان، اكيد وجودك في نادي الاتحاد السكندري كان نقله مهمه جدا ليك في الفتره اللي فاتت، و اعتقد كان فرصه كويسه انك لما تلعب في الاهلي نادي جماهيري. طبعا الاتحاد السكندري عنده شعبيه كبيره جدا في اسكندريه، ونادي من الانديه المحببه حتى لجماهير النادي الاهلي، فخطوه انتقالك للاهلي اعتقد من نادي جماهيري لنادي جماهيري ما كانتش صعبه بالنسبه لك، صح؟ لا 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 طبعا، يعني احنا عندنا برضو في كان في الاتحاد الجماهير برضو الاداره ما كانتش تسمح برضو ان اللعيبه تعمل ماتش وحش او كويس او تخسر، فالجماهير كانت فعلا عاصمه تحت ضغط وتحت ريسك، فالواحد كان متعود يعني على المواقف. فالحمد لله جيت الاهلي طبعا، هو الكواليتي مختلف وفريق كبير طبعا احسن نادي في افريقيا، فهو الضغط بيبقى اكتر، بس الحمد لله يعني الواحد قدر يتواصل مع الموقف ده الحمد لله. انا يعني كنت دايما بشوف انه صفقات الاهلي الجديدة الموسم ده، سواء الصفقات اللي كانت في بداية الموسم أو حتى في موسم الانتقالات الشتوية، بيبقى عندها صعوبة كبيرة جدا، وخصوصا لعيبة خط النص يا مروان، لأنك أنت داخل على لعيبة تقيلة جدا وكلهم الحقيقة عندهم رصيد كبير جدا سواء عند الجهاز الفني أو عند الجماهير، لكن أنت واحد من اللعيبة اللي دخلت بسرعة في سكواد النادي الأهلي واكتسبت ثقة مستر مارسيل كولر واكتسبت ثقة الجماهير كمان، إزاي دخلت بسرعة ومين اللي ساعدك أو إيه الحاجات اللي ساعدتك عشان تدخل بسرعة في سكواد النادي الأهلي يا مروان؟ والله لا، ده أنا أول يوم طبعا دخلت في النادي اللعيبة استقبلتني بشكل كويس جدا، الجهاز الفني استقبلني بشكل كويس جدا، اللعيبه كلها ساعدتني كلهم اتكلموا معايا، في لعيبه قابلتها في المنتخب فكنت اعرفها، فالحمد لله يعني ما حسيتش باي فارق يعني الحمد لله، ودخلت في وسط اللعيبه بسرعه. طيب مروان، وانت بالتاكيد يعني بتلعب في النادي الاهلي وفرحه الفوز بالكاس امبارح، عايز اعرف انطباعك واحساسك لما شفت الفرحه فرحه الفوز مع جماهير الاهلي بالشكل ده، احساسك كان ايه؟ والتليفونات اللي اكيد جات لك من كل حته، من كفر الدوار بقى ومنطقتك واصحابك وقرايبك، ويعني عيشنا كده في الاجواء معاك. فعلا فعلا، لا هي فرحه كانت امبارح لا توصف طبعا، ويعني الواحد كان مسك نفسه امبارح، كان دموعه كانت هتبكي امبارح من الفرحه ومن الموقف اللي انت فيه والفرحه اللي انت فيها، والحمد لله يعني ان شاء الله يديمها يا رب فرحه كده يا رب، ان شاء الله يكرمنا في افريقيا ان شاء الله وناخد افريقيا وناخد السوبر والدوري باذن الله. اول تليفون جالك من مين؟ لا والله الناس كلها كلمتني يعني اهلي خطيبتي اصحابي الدنيا كلها قرايبي كل الناس، حتى في ناس ما تعرفنيش كتير دخلت ركبت طبعا، بس الحمد لله يعني يا رب ديمها فرحه كده ان شاء الله نقدر نفرح جماهير الاهلي ان شاء الله. طب إيه انت شخصيا اول حد كنت عايز تكلمه بعد ما فزت بلقب الكاس كان مين يا مروان؟ اكيد طبعا كان والدي واخواتي وخطيبتي اول ثلاثه، وبعد كده اصحابي اكيد طبعا. اصعب لحظات المباراه من وجهه نظرك؟ الوقت الاضافي. الوقت الاضافي قبل ما الاهلي يسجل، قبل ما حمدي يجيب الجول الثاني ولا بعد ما سجلنا الهدف الثاني؟ لا هو قبل ما حمدي يجيب الثاني وبعد ما حمدي جاب الثاني. كان الموقف قبليها كان صعب وبعد الجون كان الموقف صعب. ابارك لك مره ثانيه، وابارك طبعا لكل نجوم الفريق ولاعيبه النادي الاهلي مبروك، والجماهير بعد ما احتفلت بالكاس على طول قالت لك احنا مستنيين السوبر،
عندكم سوبر يوم خمسة. اكيد طبعا ان شاء الله باذن الله. قدها ودود. بشكرك شكرا جزيلا نجم نادي الاهلي طبعا كابتن مروان عطيه، واحد من اللعيبه اللي اجادت الحقيقه مش بس مباراه النهارده لكن مباراه امبارح، لكن الحقيقه في الفتره الاخيره لعيبه تالقت واثبتت وجودها بشكل كبير جدا. طيب